لم تتردد المملكة المتحدة في تأييد عاصفة الحزم التي تشنها السعودية على اليمن، فالمملكة التي تعد أكبر سوق سلاح لبريطانيا لم تبخل عليها لندن ببيعها طائرات التايفون التي تستخدم في شن غارات ضد اليمنيين، فضلا عن توفيرها الدعم السياسي والتقني واللوجستي للرياض. فبريطانيا على استعداد لتقديم الدعم للسعودية بكل وسيلة عملية من دون المشاركة مباشرة في القتال، كما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. الحكومة البريطانية الحالية كانت رخصت ببيع أسلحة إلى السعودية بأكثر من 4 مليارات جنيه استرليني، وهذه الرخصة تضمنت طائرات التايفون التي تستخدم حاليا في اليمن ومعدات أخرى مثل الغاز المسيل للدموع والأسلحة المتوسطة. التورط البريطاني في صراعات الخليج يتزايد بنحو ملحوظ في السنوات الأخيرة من خلال نسج سلسلة من الاتفاقات الأمنية مع دول الخليج، فضلا عن توسعها العسكري من خلال إقامة قاعدة بحرية عسكرية دائمة في البحرين، حيث ستكون محطة لحاملتي الطائرات البريطانية. أعتقد أن سبب التورط البريطاني يعود إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة التدخل الدائم في كل أنحاء العالم، فهي تضغط على دول الناتو وتحديدا على بريطانيا وفرنسا من أجل لعب دورا في المناطق التي تريد تقليل حضورها فيها. الدول الخليجية التي تتعرض لانتقادات واسعة في بريطانيا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فضلا عن تورط بعض الخليجيين في قضايا إرهابية، لم تثني حكومة كاميرون عن تمتين العلاقات الأمنية معها، لا سيما مع قطر التي وقع أميرها تميم بن حمد الثاني في أكتوبر تشرين الأول الماضي مذكرة أمنية لتبادل المعلومات الاستخبارية السرية تشمل التعاون الوثيق بين قوات الأمن في قطر ووكالة التنصت الإلكترونية في بريطانيا. بريطانيا التي تبحث عن مجدها الضائع في بلاد العرب واستعادة علاقاتها السابقة تمهيدا للعودة بفاعلية، تسعى بحسب المراقبين إلى ملء الفراغ بعد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على خفض وجودها العسكري في المنطقة. مستصر لندن، الميادين.